بسم الله الرحمن الرحيم. السيد والي ولاية وهران الفاضل، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي المحترم، سيدات والسادة أعضاء اللجنة الأمنية، سيدات والسادة النواب والمنتخبون محليا ووطنيا، السيد محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي دكتور عبد القادر الجريو، ومن خلالكم كل أعضاء المحافظة، السيدات والسادة نجوم وأعلام الثقافة ونجوم الفن السابع، السيدات والسادة ضيوف الجزائر الأكارم، السيدات والسادة جمهور وهران الباهية، فرسان الإعلام الوطني والدولي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البدء اسمحوا لي أن أرفع كريم الثناء والترحيب إلى ضيوف الجزائر من أهل الفن السابع، لهم خالص وأصدق التقدير، وهم يشاركون الجزائر الطبعة 12 من مهرجان وهران الثقافي الدولي للفيلم العربي الذي يرفع ستاره أمام نجوم السينما وعشاقها بعد غياب ليعود بكل الألق. وأسمى الترحاب بكل الفنانين في هذه الطبعة المتجددة في مدينة وهران، مدينة العلماء وأفذاذ المعارف والآداب العامرة بنجوم الإبداع في كل أصناف الفنون. وها هي الباهية اليوم تصافح أفراحها ومجدها، وهي تبتهج بكل ضيوفها الكرام في موعد مع الإبداع وسحر الفن السابع. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، في غضون السنتين الأخيرتين قامت الجزائر إلى جانب العديد من المشاريع الثقافية الكبرى بتدشين أول مدينة سينمائية في جنوبنا الكبير، وبحث مشاريع إنجاز مدن أخرى، كما أطلقت مشروع المركز الوطني للأرشيف السينمائي ورقمنته، وتم إنشاء أول معهد وطني عالي للسينما محمد الأخضر حامينة، وذلك بعد أن أسست الجزائر أول ثانوية وطنية للفنون، وهي الوحيدة من نوعها على المستوى القاري لتعليم الموهوبين من النشء في التخصصات الفنية بما فيها تخصص سينما سمعي بصري. ومنذ ما يقل عن سنتين أيضاً أصدرنا القانون الأساسي للفنان برعاية رئاسية سامية، كما أصدرنا ولأول مرة قانون حول الصناعات السينماتوغرافية، وقد عرفت الساحة السينمائية انطلاق تصوير أفلام جديدة باتت مؤهلة للمنافسات في كبريات المهرجانات الدولية إلى جانب الجوائز التي نالتها في مختلف المواعيد. أيها الحضور الكريم، ما كان ذلك سيتأتى لولا الرعاية الفائقة للقيادة السياسية في بلادنا، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صاحب الرؤية الثقافية الرشيدة والشغوف بالسينما والفنون الخلاقة بوصفها القوى الناعمة التي تحسن الهوية وتصون الذاكرة. إن وزارة الثقافة والفنون ومن خلال مهرجان وهران الثقافي الدولي للفيلم العربي تؤكد على الموقف الثابت للجزائر قيادة وشعبا تجاه أم القضايا العربية فلسطين. وعلى هذا الأساس خصصت محافظة المهرجان فضاء مهم للسينما الفلسطينية من خلال عروض أفلام المسافة صفر. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، ضيوفنا الأعزاء، لم يكن لهذا الحدث السينمائي الكبير وهو يتشرف بحضور ضيوفنا الكرام أن يعود بعد غياب دام لأزيد من 5 سنوات لولا همة والتزام نخبة من المثقفين والفنانين في مقدمتهم محافظ المهرجان الفنان النجم الدكتور عبد القادر جريو. فله مني خالص الشكر والتقدير على هذه العودة الباهرة للمهرجان ومن خلاله إلى كل أعضاء المحافظة. عاد المهرجان أيضاً لأن مدينة وهران الباهية ذات حظ كريم، فمن يرعى الثقافة فيها رجل فاضل لا يعرف المستحيل. فأصدق الشكر والعرفان للسيد سعيد سعيود والي الولاية على الدعم الرفيع والجهد الحثيث لإنجاح المهرجان.
إنني وإذ أجدد الترحاب والشكر لكل ضيوف المهرجان من داخل الجزائر وخارجها. أرجو لكل المشاركين فيه التوفيق والحظ السعيد، مع تحية خالصة وعميقة للأسماء الكبيرة المكرمة بيننا اليوم. إلى كل هؤلاء أخلص التحية والتقدير. هي أسماء مع كل الحاضرين معنا، وإذ رفعت للجزائر محبتها بهذا الحضور البهي، فإن الجزائر تبادلها المحبة تقديراً وتكريماً، عرفاناً بما قدمته للجمهور العربي. في الختام أعلن رسمياً عن افتتاح الطبعة 12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي. سهرة ممتعة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.